صلي على محمد. أهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات التحدي وفيديوهات التجارب. يا ترى لو حطينا مجموعة حاجات تحت عجلة العربية ايه اللي حصل لها؟ زي مكعبات، زي شوكولاتة شيكوبوم، زي العصير، زي التفاح او غيره. يلا بينا نشوف ايه اللي هيحصل في التجربة دي. اول حاجة الشيكوبوم، مكعبات بازل، تفاح، مش بقى سلطة خالص، اندومي محب الاندومي، اوه نصرات صارة، ولغاية هنا بينتهي معاكم الفيديو. لو حابين اي تحديات تانية اكتبوا لنا في التعليقات تحت، والى اللقاء في فيديو جديد وتحدي جديد وتجربة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.